وانا معك. العريس يلي ما إله أهل أحسن وأفضل، قال له ما إلك قرايب؟ قال له ما عندي عقارب. بصي بصي ماما، بابا عمون بعرف ما تتدخلوا هلا وتطفشوا، أنا بحبه بدي أتجوزه. ارتاحي يا بنت ارتاحي، أنا معك ورح تتجوزيه. وصل العريس. للغوطة بخمسة وعشرين. ابرح في صوتك، فوت اعمل قهوه. برافو. ما نقبض اخر الشهر. تفضلوا تفضلوا، اهلا وسهلا. مساء الخير. مساء الخير، تفضلي ست ظريفي. اهلا وسهلا. اهلا ست ظريفي. اهلا وسهلا. مرحبا عمي. مرحبا مرت عمي. عود وبلا شعدني. شوف ارجوك عمي، طلبتونا على جلسه رسميه، فارجوكم خلوا الحوار على مستوى المسؤوليه. تفضل احكي. شوف، باعتبار انا العريس المفروض انا معك. لا احكي يا ابنه، ما تخاف. لا انا في معي الناطق الرسمي باسمي ست ظريفة. يعني جاي تطلب ايد البنت بالواسطة. شوف عمي، وباعتبار انا لازم اجي اعرف كيف مع اهلي، عادة العريس المفروض يجي على هيك يجاوب مع اهله، بس باعتبار انا يتيم وما عندي حدا، فطلبت من ست ظريفة ان هي تحكي باسمي، باعتبار هي جعدنجية مثلكم. شو؟ عفوا، يعني قصدي يعني بتحكي منيح، يعني بتحكي منيح مثلكم. إذا بده ضل يحكي هيك مع بيك أنا خايف يزته من الشباك. ضل يحكي هيك وبي نزته، أنا اللي رح زته. نعم يا ست ظريفة، شو طلباتكم؟ يا أستاذ سامي، نحن جايين نطلب إيد هالبنت لإيد هالصبي. مين الصبي؟ مين الصبي؟ هيك بيحكوا بالخطوة. أنا من حيث المبدأ يا ست ظريفة موافق. شكرا. بس في إلي شروط. ايه، ونحن كمان قلنا شروط. قلنا. وشو هي شروطك؟ لنسمع بالاول شروطك. قادر تعيش هالبنت بمستوى يتناسب وعائلتها؟ لا، انا قادر اعيشها بمستوى يتناسب ومدخولي. وقديش مدخولك؟ الحد الادنى. والحد الادنى بيفتح بيت بهالايام؟ ليش عم تسالني؟ لا يا حبيبي، روح راجع المسؤولين. عندك بيت؟ ما عندي بيت، لا. بس انا يعني شفت البيت هون، ما عندي مانع انا اسكن عند هند لانه عجبني البيت. مهوي مهوي مهوي. معك مصاري؟ ما معي مصاري، لكن معقول يعني ولو البركه فيك عم معقول تكون بلا دم انت وتخلينا نعتزل من الناس ما بعطوني؟ رح الجنن ولا بيك؟ رح الجنن الي انا. شوف يا ابراهيم، اللي بده يتجوز بده يكون قد الزواج، ولحتى وافق على الزواج لازم يكون معك مصاري وعندك بيت وعندك اسم عائلة يتناسب مع عائلة أبوك. ايه موافق. أنا موافق. موافق؟ موافق. من ولا شي دفع على حساب من الورد اللي بتطلع على هالبنت، وأنا مستعجب لك كل شي. الورثة؟ ايه، مش البنت وحيدة وكل ورثة بترجع لها؟ شي حلو كتير. تمام، سامعة يا ست هند، وبعدك بتقولي لي بحبك، هيدا بحبك كرمال الورثة. ست ظريفي اعملي معروف، احكي انت خليه يسكت هو. ارجوكي هنود، يعني ارجوكي ما تخلي حقوقنا تضيع. حقنا؟ ايه حقنا، حقنا بالورثة مشان اولادنا اللي حيجوا. ما تتنعبر تتجوز وتخلف بالاول وبعدين احكي. ظريفي اعملي معروف، احكي وخلصينه. يا استاذ سامي، يا استاذ سامي، هالصبي بيحب هالبنت، لكن مصيبته انه اللي بقلبه على راس لسانه، ومرات كتير بيقول وبيكون ما بيقصد اللي بيقوله. ولشو بيقول مدام ما بيقصد؟ لانه حشور، فكره عم يدافع عن حقوق غيره. يا ست ظريفة، نعم. لازم تعرفي ان انا اب من ويش بيدافع عن بنتي. صح، انا ما عندي مانع اجوز وياها، بس لازم نعرف بالاول شو معه وشو عليه وقديش رح يدفع. لا، ما من جهة الدفع يعني ما تشد ايدك كتير، لانه الصبي مهبر. شو يعني مهبر؟ يعني ما معي مصاري. بعدين لو معي مصاري انا ما بدفع. ليش ما بدفع؟ لانه اذا دفعت انا ححس حالي عم اشتري عروس، وانا ما بدي عروس اشتريها، بدي عروس حبها وتحبني. هيدي نيته الطيبة وهيك بيقصد. وبعدين بنتكم كبيرة، ما انا صغيرة البنت، واللي مثل بعمر بنتكم يعني المفروض يدفعوا له للعريس حتى يقبلوا يتجوزوا. ابراهيم رجعنا نخربط.
يا جماعة طولوا بالكم، خلوه يكمل خلوه يكمل. بابا هو إبراهيم طريقة حكيه يعني غريبة شوي، نص جملة مع ونص جملة ضد، خليه يكمل كمل. وباعتبار أنا يعني بحب بنتكم، أنا بحبها كتير للبنت، عرفت كيف؟ ولا بقبض ولا بدفع. شفت؟ شو رأيك يا أستاذ سامي؟ رأيي؟ رأيي مصيبة إذا كل جملة بدنا نجيب له ترجمان يترجم شو قال. المهم أنا حابب أخذ فكرة عن عائلتك، ممكن تخبرنا شوي عن العائلة الكريمة لحتى نعرف بنتنا ابن مين بدها تتجوز؟ شو ظهر أبوكي ما بيفهم أبدا. لانه لو بيفهم ما كان بيسالني، عم ثلاث ساعة بقول له انا يتيم وما عندي حدا برجع بيسالني عن عائلتي. ولك يتيم فهمنا، بس ما كان في عندك اهل، مين هن وشو هن وشو مركزهم الاجتماعي؟ كان عندي اهل بس ما كان عندهم مركز، يعني ما عندهم ولا مركز مادي ولا مركز معنوي ولا مركز مالي، ما عندهم شيء. بعدين اجوا على هالدنيا هيك يعني تيتي تيتي، مثل ما رحتي مثل ما جيتي. يعني خلقوا فقرة وماتوا فقرة. لا ارجوك، خلقوا فقرة صح بس ماتوا مديونين. يا عمي اسمحوا لي اتدخل شوي. تفضلي مدام تفضلي. يا ابني شو كان يشتغل ابوك؟ كان يشتغل ابوي بمعمل صابون. مشان هيك كانت المصاري تتزحلط من جيب. وامك شو كان وضعها؟ امي يعني من بعد ما تركت ابوي عرفتي كيف اشتغلت. وشو اشتغلت؟ غسالة. غسالة؟ نعم، بس من بعد ما اخترعوا الغسالات على الكهرباء وقف شغله. ومشان هيك ترك ابوك؟ لا ابوي ترك من بعد ما فاتت على الحبس. امك كانت محبوسه؟ ايه بحبس النسوان. وشو كانت عامله؟ هي ما كانت عامله شيء، عرفت كيف؟ يعني مره قالت له لابوي، قالت له كان في افلام عبد الوهاب بتنعرض بهذيك الايام، فقالت له خدني على فيلم عبد الوهاب، بحب احضر عبد الوهاب، ابوي بغار كثير من عبد الوهاب. بعد له هلا بغار من عبد الوهاب. قال لها ما بياخذك وحياتك، كلمه منه كلمه منه اخذوها على الحبس. مظلومة، يعني هيك أخذوها على الحبس من غير ما تعمل شيء؟ لا تاني يوم كتبوا بالجرايد زوجة تطعن زوجها بالسكين. بس ما كانت مضبوط كلمات الجرايد بهالأيام. يا عيني يا عيني، حماتك خريجة السجون يا ست هند. والبابا كمان. أبوك كمان كان خريج سجون؟ يا سلام. سامع يا ست هنود؟ يعني بدك تقول عمي ابوي من بعد ما انحكمت امي 3 سنين، عرفت انحكمت 3 سنين هي بالقصة، بعدين ابوي انقطع، تعرف على هونيك وحدة مقطوعة وعاشوا مع همشرة، عاشوا وياها، بعدين سرقتوا قام قتلها اخذوا على الحبس. همشرة وقتلتوا واخذوه على الحبس، هيدا تاريخ اهل عائلة زوجك اللي بدك تتجوزيه وتعملي اسمه يا ست هند. شو رأيك؟ بعدك مصرة على زواجه؟ يا بابا طب هو شو ذنبه اذا اهله كانوا جاهلين وعملوا بحالهم هيك؟ يا بنت المثل بيقول طب الفنجان على تمه الصبي بيطلع لامه. لا بابا المثل بيقول الك من هالحزمة عود والباقي تاخذوا القرود. عمينا بتحكي قرود عن عائلتي؟ لك حدا بكره هيك بتذكرت عن عائلتي. شو رايكم يا جماعه تعطونا 5 دقايق اجتمع فيها مع عائلتي وبعدين نعطيكم نشويه؟ تفضل تفضل حقك. تاك يور تايم. تفضلوا معي. تاك يور تايم. تفضل. الله لا يوفقك ان شاء الله. ليه؟ ولا حدا بيحكي تاريخ امه وبيه بهالشكل قدامه؟ ولك بدي جننه مثل ما جنني. ولك ثوري بدل ما يشكرني لاني جاي اتجوز بنته جاي يحط لي شروط. يعني القصه اللي حكيت عن امك وبيك مش مزبوطه؟ ولك انت صدقتي طبعا مزبوطه. لا مش مزبوطه، بي وامي نص البلد وحياتك ولهم مركز كثير محترم، ولو اهلي بيعرفوا انه بي لهند حيكون عمي بشرف لا يقصف عمري. وهند بتعرف انه امك وبيك بعضهم طيبين؟ ولك بتعرف وحتتعرف عليهم وقلت لي عليهم. هلا في بنت بالعالم ممكن تتزوج واحد ما تعرف مين عائلته؟ طيب فهمني ليش جيت معهم بهالاسلوب؟ لانه بدي نشف له دمه مثل ما نشف لي دمي. شو بك؟ شو يا هند؟ يا بابا نحن كبشر ما لنا حق نحاكموا على غلطة ارتكبوها أهله. يعني مصرة؟ يا بابا طب حرام الأباء يأكلون الحصرم والولاد يدرسوا. وأنت يا ست ملفينا؟ ما بعرف، ما دام هي بتعرفه هي أدرى بمصلحتها. ولك لو كانت أدرى بمصلحتها كانت فكرت بالولاد اللي بدها تجيبهم بعد الزواج، مين رح يكون جدهم ومين ستهم؟ بابا أنا قررت
وعطيتك قراري. يا بنتي يا بنتي حرام عليكي.